وشو من شاندروسو؟ فالنتيني حبلت وهي متزوجة أبوك، بس ما تأكدت إذا الطفل منه. أبي خاف من يلي رح يصير بعدين، كمان جدي بهدله ووقف بوشه لحتى تراجع. هاي هي الحقيقة. وأبي كان بيعرف، كان بيعرف القصة، كان بيعرف بكل شيء، وقال إنه ما عاد بيهمه هالموضوع. دروسو بنته مثل منفكر ورباها على هذا الأساس. شفتي ليش ما كان بدهم يانا نكون مع بعض كل هذا الوقت؟ وأبوك كرهه لأبي وكان معه كل الحق بهذا الشيء وقتها. لا تقولي أي شيء هلأ، بعرف أني لسه ما فزت بقلبك، وأنا بعتذر إذا غلطت معك. لا تحكي بهالطريقة، أنت الوحيد اللي ما بيعاملني. مو ذنبك إذا الناس ما عم تعرفك على حقيقتك، بس أنا بعرفك مزبوط، وبترجاكي انسي كل شيء وكملي حياتك. بدي أرجع مثل الأول، هالشي ما بيجي بسهولة، بدي أعتمد على حالي. في عندي ثقة فيكي، بدي اياكي تتذكري هالشي دائما، انا جنبك. شو عم بيصير؟ هات من ايدك. ايه روق روق روق. خير شبه؟ هذا مين بيكون؟ صبي الاسطبل؟ رح قلك مين بكون، بس صدقني بعمرك ما رح تنساني. ميلتي شو عم تعمل؟ كيف بتحكي معه هيك؟ السيد بساتاس ضيفي ونحن كنا جايين نشوف الأحصنة، رح يعلمني عليه. أبوك بيعرف بهالشي؟ لا تفهمه غلط، بس ميلتيس رئيس العمال عند بابا، مشان هيك قلقة. وأكيد بابا ما رح يعرف بطلعتنا، وأكيد ما رح يعترض على شي ما بيعرفه.